كثير من دروب الاحتيال تحت عنوان تأمين الهجرة عم بتصير، وممكن يكون الشخص عم يقعد ضحية احتيال انتحال صفة عبر الانترنت. خلينا نحكي أكثر عن هالموضوع مع سيد إيهاب درويش خبير بأمن المعلومات، أهلا وسهلا فيك، وسيد توفيق دملج مستشار قانوني بشؤون الهجرة، أهلا وسهلا فيك. لما بنحكي عن مواقع كاذبة قدي يعني نحن كأفراد قادرين أنه نعرف الموقع الكاذب من الموقع الصادق؟ أوكي، هلأ من هذه الناحية لهالخبرية ما في إلا ويب سايت هو أساسي لهالموضوع، يعني ويب سايت هجرة معني بهالموضوع، فما في إلا ويب سايت هو مخصص لهالموضوع. ورفقناه مع حضرتكم بالفيديو بآخر الموجود راح نشوفه بعد شوي. ليش الناس يعني ما زال دائما الحديث والتوعية عن أنه في طريقة واحدة، ليش الناس بيوقعوا بهال هو العالم مزق؟ بالفترة الأخيرة معلقة بحبال الهوى، ويمكن ظروف اقتصادية بالبلد، ما حدا عم يقدر يأمن شغل يعيش مرتاح، فعم يفكر انه يطلع ويهاجر. الهجره بيقول لك انا شو ما كان بس طلعني من البلد، بيوقع هون بشيء اسمه فخ الناس اللي بتستغل هالامور. فبنجي مثلا بيكون اوقات منه كواليفايد، منه ما عنده المواصفات انه يطلع فيها بالهجره، ما عنده امكانيه حتى فيزا، مجرد فيزا يطلع لانه في مواصفات بده، يعني دائره الهجره الكنديه بيطلعوا على عده بوينتس وبأي شخص على اساسها، شو تعليمه، شو اللي بيربطه بالبلد، اذا بده يرجع كفيزا، اذا بده شغله، شو الترافل هيستوري له، عده امور. فالعالم ما بتعرف هالموضوع هذا وبتوقع بدروب النصب والاحتيال عبر مكاتب. ممكن تلاقي مكاتب بتقلك أنا بعرف وأنا عندي وأنا كنت بالسفارة وأنا كنت موظف وأنا معتمد. المؤسف أنه صنع ليه معتمد لدى السفارات ومعتمد لدى السفارة الكندية. السفارة ما بتعتمد حدا ولا في حدا معتمد. دائرة الهجرة مخصصة أشخاص معينين وفي نقابة لهالموضوع هيدي. في نقابة وأي شخص بده يفوت بفوت من باب واحد اللي قلنا إذا بده يتأكد من هالمعلومات في ويب سايت وبيفوت منها من المخصصة الحكومة الكندية. أي شيء بده يستفهم عن أي شيء بفوت على الهلب بهالصفحة هيدي، بيبعت سؤال، بيبعت كويشن، بيبعت إيميل، بيبعت أي معلومة بده إياها من خلال هذا الموقع لحتى يكون مطمئن. محددين بقى مين في عندك تعملي معهم من خلال صفحتهم، فيني اتاكد من الاستشاري القانوني، باخذ بطلب منه رقمه النقابي، بقول له اذا بتريد انا بدي اعرف رقمك النقابي، بدي اعرف انا صفتك، انت بعدك ولا تركت ولا طلعت تقاعد ولا عم تشتغل لحسابك. ممكن يقول لك انا ايجنت لحدا، ايجنت ما بيحق لك تعمل شيء، يعني انت هل قد هيني يعني المواقع الوهميه انها تكون عم تنعمل؟ هلا مين من كان بيقدر يعمل اي ويب سايت، بس هو طريقه التسويق بحكم انه وزير الهجره بكندا طلع ببيان انه بدهم عدد معين من الهجره، فصاروا يستغلوه باساليب معينه. شيء بيقول لك معاش 400,000 دولار، شيء بيقول لك اليد العامله ناقصه بكندا، واختلفت الرسائل حسب الموضوع. ماركتينج يعني ماركتينج بطريقه ادفانسد كمان. هون بدي ضوي على شغله واحده، في رسائل هي عم تتداول كثير على الواتساب انه الحكومه الكنديه رح تامن لك شغل وتتامن لك 4000 دولار معاش شهري، وايضا هيدا شيء يعني 1000% عار عن الصحة. لما بده يطلع أي شخص إيميجريشن على كندا، الحكومة الكندية ما بتأمن له شيء أبدا، ولا تيكت طيارة ولا وظيفة ولا بتأمن له حتى معاش. بالعكس بده يثبت أنه أول 6 شهور عندي المقدرة المادية أنا وعائلتي أني أعيش على حسابي مش على حساب الدولة، لبين ما تستقر. طيب الروابط الزائفة، خلينا نشوف هيك فيديو صغير بفرجينا شوي بفصلنا عن الموضوع. مبين انه ما تركاش دعايه يعني وبيستهدفوا اشخاص معينين بعتقد. لا هلا هي راندوملي، هلا هن في منها هدفين، في هدف تجاري وفي هدف خبيث، يعني في منهم بيطلبوا معلومات ضايعه اكثر، تعملي كونكت على حسابك الفيسبوك، تعملي كونفرميشن على رقم السلولار لياخذوا يتشاركوكي بسيرفس غير لياخذوا دولارات مثلا او اي شيء. فهون طالبين بهيدا الفيديو طالبين معلومات اكثر، معلومات جدا ضايقه، التحصيل العلمي، العمر،
رقم السلولار والحالة، يعني كتير اشياء ما لازم تنعطى. يعني هون الهدف منه، هون استغلالها بيكون يا اما عم يجمعوا داتا بيز ليبيعوها ماركتينج، او اذا لاحظنا بقلب الفيديو طالع صوره سياره مثلا، نحن فايتين نقدم هجره، شو بدنا بالادز؟ هول بيستفيدوا منهم على كل فيو، يعني بناسبهم يتوزع هيدا اللينك على اكبر عدد ممكن ليستفيدوا منه كداتا بيز وكادز اللي عم يطلعوا. حتى المستشار القانوني فاذا ممكن انه يكون شخص منتحل لصفه المستشار طبعا، بس من السهل انه نقدر نتاكد من هالموضوع. نعم. هذا يعني في مرجعيات نتاكد منها، نتصل نبعث ايميل بناخذ بنقول له بدي اشوف نسخه كوبي عن الكونترا اللي بدك تعملها معي. اي استشاري قانوني اليوم مفروض عليه من دائره الهجره انه يعمل كونترا منظم وخاضع للقوانين الكنديه، بلس بده يقدم فواتير رسميه، بده يقدم كل شيء فيه بروف قانوني بده يحطه بايدين الشخص، وبيتلاحق قانونيا على اي خطا. وبتكون السفاره على علم بهالمستشار علاقته مع دائره الهجره. السفاره هي بتستقبل الطلبات، بس بنفس الوقت اذا انا شخص مقدم عن طريق مكتب المفروض في فورم ريبريزنتيف لمين اللي عم يمثلني، مين اللي عمل لي الطلب، بدي ارفقه انا بالطلب، بده يروح للسفاره. فبالتالي حتى هذا الفورمولير المفروض يكون موجود. برجع أنا بدي ضوي على شغلي مرقت هون، أنه دائرة الهجرة ما بتتصل بحدا لتقول له تعا أنت سافر على كندا. هيدي بالأوهام مثل ما بيقولوا، ليتصلوا يدقوا له شخص يقول مبروك وأنت طلعت اسمك معنا، نحن هون منا بلوتو ولا بتوزيع هدايا، هيدي مش موجوده. يعني عم تصير استدراج للمعلومات، استدراج لدفع بعض الاموال وبعدين رجعوا بيختفوا. هلا في هيدي حاله من الحالات، يعني ما دائما عم تيجي حاله المال، في منهم عم يتمركوا بس مجرد انفورميشن. طب الملاحقه ممكنه؟ في ناس كثير معروف انه في ناس بلبنان وقعت خديعه كثير مكاتب مزيفه، في منهم عم يلحقون قانونيا. نعم. بس ولكن. نعم. ما عم يوصلوا لنتيجه. كمان فيديو بعرفنا عن انتحال الصفة. إذا قادرين على الموقع الرسمي نتأكد إذا في انتحال صفة ولا لا، وإذا هل طبعا من خلال اللي شفناها هون هي صفحة الجوفرنمان cec.gc.ca، بفوت بمحل الهلب بحط أنا بدي فايند immigration consultant، بتعمل لي اللينك وتبعث لي خلال اللينك على الصفحة الرئيسية اللي هي مسؤولة النقابة الـ ICCRC، بفوت عليها وبحط انا سيرش جزء من الاسم، يمكن انا ما بعرف اسم كيف مكتوب الشخص، مكتوب مثلا توفيق بالتي بالسي ولا بالكا، سو فيني احط بس انا تي او يو، بعمل سيرش بيطلع لي اسمه رقمه النقابي وهل هو اكتف ولا مش اكتف ووين الادرس تبعه للشخص، فبالتالي بقدر اعرف انا اني عم اتعامل مع شخص قانوني ولا شخص وهمي او مزيف. رح نشوف صور بلكي كمان اكثر نتعرف اكثر عن الموضوع. قديش دعايه عم تكون مهمة مثلا هون معترض لكل السفارة الكندية وكل السفارة يعني وين ما كان وترجم بجميع اللغات ومعترض لدى جميع السفارات العاملة في لبنان. برجع بأكد ما السفارة الكندية ما بتعتمد أي حدا بلبنان. نعم. فإذا كل هيدا هو أوهام، نرجع نقول إن الآلية هي وحدة واضحة وصريحة. فإذا الويب سايت الاساسي اللي ظهر عند حضرتكم cec.gc.ca، هيدا الويب سايت اي انفورميشن بدك اياها بخص هيدا الموضوع من خلاله هيدا اي شخص بيتقدم بفيزا، بيتقدم بسفر، بيتقدم باريناج، بيتقدم بسبونسرنج، بده يجيب حدا، بيقدر يفوت من هون وبيقدر يلجا لاشخاص قانونيين معتمدين من خلال هالصفحه بيلاقيهم، يعني يعمل سيرش من خلال الصفحه. وقع بفخ، عنده وهم، عنده شيء، بيقدر حتى يعمل بلانت من خلال هالصفحة، يقدم شكوى رسمية من خلال هالصفحة. إيهاب درويش خبير في أمن المعلومات وفي دمج مستشار قانوني بشؤون الهجرة، أهلا وسهلا فيكم. ميرسي، شكرا لوجودكم معنا. خلص وقتنا اليوم بـ MTV Live، موعد جديد بكرة مع Live جديد. باي باي.